وينضم إلينا حول هذا الموضوع من أربيل المحلل السياسي الكردي حسين عمر. أهلا بك سيد حسين. يعني إذا حصل هذا الاجتياح البري التركي كما هدد أردوغان، كيف سيكون شكله؟ ما حجمه؟ وهل يستطيع فعليا الأكراد الموجودين في الشمال السوري صده؟ مساء الخير لك سيدتي وللسادة المشاهدين. في الحقيقة تركيا حكومة أردوغان تعتقد أن الظروف مناسبة أكثر من أي وقت للتحرك ضد قوات سوريا الديمقراطية ومناطقها، وذلك لعاملين أساسيين. أولا، تزايد أهمية الدور التركي بالنسبة لأمريكا من جهة ولروسيا من جهة أخرى بسبب الأزمة في أوكرانيا، والمستجد الجديد في المنطقة اندلاع المظاهرات الاحتجاجية في إيران والمأزق الذي تعيشه الحكومة الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات الداخلية أضعف موقف إيران أمام تركيا لجهة الصد أو منع أو رفض إيراني لغزو تركي لمناطق سورية في الشمال أو في شمال شرق سوريا. هذا الأمر يتوقف إذا قبل كل شيء إذا قررت تركيا أن تشن عملية عسكرية برية، وهي تعلن ذلك صراحة، وهذه الأطماع موجودة وقديمة وليست جديدة، فقط الظروف تختلف. هذا يتوقف على الموقف الدولي وخاصة الموقف الروسي والأمريكي من الاعتداء التركي المستمر منذ فجر 20 من الشهر الجاري ولغاية الآن، وتطور هذا الاعتداء بشكل خطير جدا، بشكل خطر جدا اليوم، حيث تم استهداف حامية مخيم الهول، وهناك حديث عن فرار أفراد من أسر داعش، وهناك تصريح اليوم لسينتكوم القيادة المركزية الأمريكية بأن الهجمات التركية شكلت خطرا على القوات الأمريكية، وأيضا هناك استهداف في هذه اللحظات لمدينة القامشلي وأطرافها، ضمنها مستشفى تقع على أطراف مدينة القامشلي. هذا الموقف إذا لم يتطور الموقف الأمريكي والروسي من هذا الموقف الخجول إلى موقف حقيقي رادع لتركيا، تركيا ستفكر جديا باجتياح بري لمناطق جديدة في شمال سوريا وغرب كردستان أو شمال سوريا. ما حدوده؟ يعني هناك إجماع بأنه هناك ضوء أخضر أمريكي وأيضا روسي على هذه العملية البرية، فما حدودها؟ خاصة بأن هناك مناطق تعتبر مزعجة بالنسبة لتركيا، تل رفعت مثلا فيها قوات روسية وميليشيات إيرانية مشتركة، عين العرب فيها قوات أمريكية بريطانية وفرنسية. نعم. يعني كيف ستحيد نفسها تركيا عن ربما عن الخطأ، عن طريق الخطأ أو الاشتباك مع هذه القوات؟ أولا للتصحيح، كوباني ليس فيها أي وجود لقوات أمريكية أو بريطانية أو فرنسية، هناك وجود لقوات روسية فقط. بعد غزوة 2019 خرجت القوات الأمريكية من محيط كوباني، من كوباني ومحيطها حتى في جنوب مدينة كوباني. القاعدة الأمريكية الشهيرة عندما عمل الإسمنت انسحبت، ليست هناك قوات لا أمريكية لكن ولا بريطانية ولا فرنسية. لكن هذه المناطق إجمالا فيها في يعني تل رفعت ومنبج، أليست فيها قوات مشتركة؟ تل رفعت كلا، أيضا ليست لا في تل رفعت ولا في منبج ليست هناك أي قوات للتحالف الدولي، هناك قوات روسية، هناك قوات للنظام السوري، هناك ميليشيات إيرانية في تل رفعت. ولذلك أنا أشرت لعامل إيران، لأن إيران كانت معترضة في ربيع 2022 حينما أعلنت تركيا عن رغبتها في القيام بعمل عسكري في تل رفعت، كان الموقف الأقوى في مواجهتها والموقف الإيراني، وروسيا قالت لتركيا علنا إذا دخلت إلى تل رفعت تواجهين ستتعرضين إلى حرب مع إيران، ونحن لا نستطيع أن نمنع ذلك. الآن هذا المعطى تغير. إذا جرت هذه العملية البرية التركية، هناك أولويات بالنسبة لتركيا. أولا، لا بد من القول أن أطماع تركيا تشمل جميع شمال سوريا. تركيا تريد أن تقيم حزام شمال سوريا، دولة شمال سوريا، كما أقامت دولة شمال قبرص الموالية لها. هذا هو المخطط الحقيقي لتركيا، تريد أن تستولي على كامل الشمال السوري وتصل إلى مناطق غرب العراق
الداخلي تفتح جسرا مع غرب العراق وصولا الى تل عفر وكركوك لتحاصر اقليم كردستان، تضرب عصفورين بحجر واحد، تغزو غرب كردستان وتحاصر جنوب كردستان لاضعاف اهميه اقليم كردستان واضعاف موقفه في المنطقه امام تركيا او حتى امام الحكومه العراقيه. لكن اولويات تركيا تتركز الان على تل رفعت يبدو ومنبج بالدرجه الثانيه، ويبقى الهاجس الاكبر لاردوغان ولحزب العداله كوباني التي وقفت كشوكة في وجه داعش وكسرت أسطورة داعش، وأيضا هي تفصل بين مناطق الاحتلال التركي في شرق الفرات، أي منطقة رأس العين وتل أبيض من جهة، ومناطق غرب الفرات بدءا من جرابلس وصولا إلى إدلب وشمال اللاذقية. تركيا تريد أن تركز على هذه النقاط الثلاثة في البداية، لكن مشروعها الاحتلالي وهذه الحرب العدوانية تستهدف إلى احتلال كامل شمال سوريا وإقامة منطقة تركية ليست عربية. لا تجري عمليات تعريب في الشمال السوري، تجري عمليات تتريك. هناك 14% من سكان سوريا موجودين داخل تركيا الآن، يتم تتريكهم بشكل ممنهج، وهناك قرابة 14% من سكان سوريا في مناطق الاحتلال التركي أيضا تتم عملية تتريكهم بشكل ممنهج. أي 28% من سكان سوريا تتعرض لعملية تتريك ممنهجة في سبيل مشروع احتلالي تركي في سوريا. إذن المحلل السياسي من أربيل حسين عمر، شكرا جزيلا لك.